السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله راح نتعرف على إيش المميزات الجديدة الذي أضافتها شركة اليوتيوب ضمن الأشياء الجديدة. والشيء الثاني في راح نتعرف على إيش الطرق الحيل اللي يستخدمها الهاكر في سرقة قنواتك، ونفس الوقت كيف نقوم بحمايتها. خلونا أول شيء نستعرض الأشياء الجديدة الذي أضافتها شركة اليوتيوب. طبعا لو تلاحظ لما كان من قبل الإصدار السابق كان في سهمنا على أساس أن أرفع الفيديو، هذا الآن اختفى. أضغط إيش استوديو، أنا فتحت أصلا من قبل، بعد ما أضغط على استوديو راح ينقلني إلى هذا لوحة البيانات، راح أنتقل مباشرة إلى الصفحة. لاحظوا الزر هنا موجود، كان من قبل إنك تحمل ترفع فيديو واحد، الآن بإمكانك ترفع على حدود 15 فيديو بنفس الوقت. على أساس تتأكدوا اختير الملفات أصلا. الآن إيش ظلل معي طبيعي جدا، بس انا ايش بعمل؟ بسحب الفيديو اللي انا هذا ان شاء الله راح برفعه. وكم من ضمن العيوب انك لو اغلقت الاكس هذا في عمليه تحميل راح تلتغي عمليه التحميل بالكامل، لكن الان اختفت هذه تماما، وحتى لو قفلتها راح تظل في المسوده، فبالتالي عمليه التحميل ما راح تتاثر. وفي ميزه جديده جدا، يعني انا اعتبرها صراحه يعني بالعنوان بالذات لما عندك تتبادل انت وصديقك في القنوات، تعمل اعلان ومش عارف ايش وتحط رابطك في الوصف في عند صديقك، في الغالب بعض الناس ما راح يهتمون انه ينزل لصندوق الوصف. فبالتالي ايش الشركه ايش اللي اضافت؟ تضغط تقوم بعمل عمل الات في هذا المكان، بعدين تبدا تكتب اسم القناه. على سبيل المثال لاحظوا ايش اللي ظهر عندي انا لما اقوم باختيار القنوات اللي تبدا بهذا الشيء. هذا طبعا اللي انا مشترك فيها، يعني فضروري يكون ايش مشترك فيها. على سبيل المثال هذا الان ايش اللي ظهرت عندي قناته. راح تكون في رابط ازرق يقدر اي شخص انه يضغط عليها وينتقل الى قناة من عبد العليم العامري مباشرة. هذه طبعا من ضمن الميزات الجديدة، لكن انا لاحظ انه العنوان راح يكون صغير لانه راح تأخذ من العنوان. هذه طبعا الميزة اللي انا اعتبرها ميزة ممتازة جدا. خلونا ننتقل الى مفتح صفحة جديدة استوديو يوتيوب علشان هذا يتحمل طبيعي. في كان من ضمن النقاط الايجابية ونفس الوقت عيوب الاصدارات السابقة، كانت الاشكالية الرئيسية انه لما يكون في شخص انا اخليه مدير عندي انا ما اقدر احط له صلاحيات مثل ما الفيسبوك. الان الشركة ايش اللي قامت فيه؟ شركة اليوتيوب عدلت فيها. اضغط على اعدادات، هذا اللي انتم شايفينها، اقوم بالضغط عليها راح تظهر لي بعض الخيارات من ضمنها هذه الاذونات. كان من قبل ما فيش له مدير، معناته هو يمكن يقدر ياخذ الصفحه ويطلعني فينش، فبالتالي انا ما راح استفيد شيء. اضغط على حاجه اسمها اداره الاذونات راح تنقلني الى هذه الصفحه. كل اللي عليه ايش؟ ان اقوم اداره الاذونات. انا سجلت حساب، يعني لو انتم يعني محقق الدخول بخطوتين او بشغله معينه فيطلب منك تسجيل، يعني تسجل الباسورد حقك، لان الخطوات هذه بعد الخطوات هذه ايش اللي بقوم به؟ اضغط على ادارة الاذونات. هنا في عندي لاحظوا مالك اساسي، انا اقدر اضيف مالك او مدير. اضغط على هذا الزر الصغير راح تظهر لي هنا ايش نوعية الاذونات، ايش الدور، ايش بيكون، هل بيكون مالك، هل بيكون مدير، او يكون مدير الاتصالات، يعني مدير الاتصالات بيرد على التعليقات وشغلة وغيرها، يعني حاجة بسيطة. المدير راح يشوف الاحصائيات ويشوف الاشياء الشغلات هذه كامل، يقدر يحذف فيديو، يقدر يضيف فيديو، ففي صلاحية اكثر من مدير الاتصالات. هذا اما المالك فهو بياخذ القناة خلاص والله يفتح عليك، لانه كان من ضمن السرقات انه في بعض الاشخاص يوثقوا بناس، يعني توثق لدرجة انك تخليه على اساس مدير، فبالتالي كان الشيء هذا قناتك تروح الله يفتح عليها. لكن حاليا لا، اضافوا هذه ثلاثة الشغلات، وهذا الصراحة اشوفها انها ممتازة جدا. وفي من ضمن الاشياء الايجابيه راح اوريكم ان شاء الله، وانا تحط البريد الالكتروني حقه فبتوصل له رساله بيعمل موافقه وتحط له الدور انت من هنا. هذا بكل بساطه، يعني انت ما راح تحط المالك نهائيا، حاول يعني مدير اتصالات مدير فقط لا غير، لانك انت صاحب القناه. هذا طبعا لانه انت لو سويت المالك الاساسي من هنا وخلاص الله يفتح عليك، اليوتيوب ما بتقدر تعمل لك حاجه، يقول لك انت اللي اخترته انت من نفسك. طبعا ايش اللي في من ضمن التعليقات؟ شفت انا ميزة صراحة ايجابية،
يعني أنت ممكن تضغط على هذه الثلاث النقاط. لاحظوا إيش الميزة الإيجابية، إضافة هذا المستخدم كمشرف على التعليقات. أنت لما قناتك بتزيد التعليقات بيزيد، وما راح تقدر إنك ترد على التعليقات، فهذه صراحة ميزة قوية جدا. يعني الصديق اللي حابب إنه تضيفه على أساس كمشرف على التعليقات يخلي يعمل تعليق في أي فيديو وتعمل إضافة مباشرة. لاحظوا في حتى من ضمن الأشياء اللي أنا في بعض الأشخاص ممكن تشترك في قناتي واشترك في قناتك مش عارف إيش، لاحظوا إيش اليوتيوب نفسه عملها كأنه سبام، يعني كأنه حاجة بانتظار المراجعة فيها شيء غلط. أما بالنسبة للمحتوى غير مرغوب أكثرها الروابط أرقام جوالات فهو على طول بيحجزها. لاحظوا يعني في إيش المشكلة هنا. في من ضمن الأشياء اللي قد تؤدي إلى إغلاق قناتك إنك لما تنسخ نفس العبارة هذه بتنسخها على قناة ثانية وثالث وفيديو ثالث، هذه يؤدي إنه قناتك كلها تروح عليك والله يفتح عليك. فحاول إنكم تعمل فيديوهات خاصة فيك لأن المشتركين راح يجوا إن شاء الله. بس كل اللي عليك إنك تقدم محتوى لائق ومحتوى تستمر فقط لا غير، هذه هي الفكرة والخلاصة. في موجودة في قناتي انا بوريكم ان شاء الله في النهاية مجموعة فيديوهات كلها عن اليوتيوب كيف تزود المشاهدات كيف شغلات بسيطة جدا. هذا طبعا كان اهم شيء في هذا المجال، لكن خلوني اوريكم ايش اللي الشخص اللي كان سرق قناتي. يعني صراحة هذه صورة صورتها طبعا قبل فترة. لاحظ ايش الفكرة، الخلاصة انه الكمبيوتر اللي كان خاص بي اللي كنت استخدم فيه للدخول الى قناتي على اليوتيوب تم سرقته. شوفوا ابن الكلب ايش اللي يعمل، لاحظوا ايش اللي يعمل، تم إضافة البريد الإلكتروني المخزن للاسترداد. أنا الصراحة ما فتحت الرسالة إلا بعد يومين، انصدمت لما شفت هذه الرسائل. الشيء الثاني تم تغيير هاتف الاسترداد، حتى إيش تم إزالة البريد الإلكتروني المخصص للاسترداد وحدد لك فين الدمام، حتى غير كلمة المرور لأنه أصلا بيدخل مباشرة لأنه جهاز الكمبيوتر الحقيقي موجود عنده، فالباسورد كلها موجودة. لاحظوا إيش اللي سوى، لاحظوا حتى من فين الموقع، سيهات السعودية. فاضطريت الناس ان عدت قناتي لكن زودت الحماية فيها، وبالتالي الحمد لله ما حصلت اي مناقصات. لكن في بعض الاخوة يعني انت بتقدم محتوى على اساس تخلي بني ادم على اساس تشرح له تستفيد تفيده، يقوم يشوف اي بريد الكتروني موجود في اللي انت بتشرحه فيقوم يحاول يسرقك. لاحظوا من ضمن الاشياء القذرة اللي سواها واحد من الاشخاص، هذا طبعا الاولى خليها تجاوزنا عنها. الشيء الثاني في نقطة مهمة، الكمبيوتر السابق أنا إيش بعمل، أنا بدخل أنا بوريكم كيف وبحذفه من فين من النظام، هذا أصبح جهاز غير موثوق. هذه الخطوة ضرورية مهمة. الشيء الثاني شوف، لاحظوا الرسالة اللي بعثها واحد من المحترمين، لاحظوا تم تسجيل الدخول للتو. بعدين هنا إيش كاتب لك، تنبيه أمني، ليش ودي لك هنا يعني نوع الجهاز مش عارف إيش. وبعدين شوف بالأخير، شوف اللف والدورة يا جماعة الخير، يرجى ارسال كلمه مرور حسابك. يعني بالله عليكم اليوتيوب ما يذكر هذه، يرجى ارسال كلمه مرور حسابك نهائيا او من خلال شوف الرد على بريد الالكتروني. يعني بالله عليكم اليوتيوب يقول لك جيب لي كلمه السر، هو عنده الحسابات كامل يقدر يحذفها يقدر يعمل اللي براسه. هذا الشيء. الشيء الثاني ما في موظف اصلا بيتجرأ انه يجيب لي كلمه مرور حسابك نهائيا. فهذا الشيء شوف حتى البريد الالكتروني ايش اللي كاتب له، يعني انت لما تظلله تضغط هكذا تعمل بحث في جوجل، لاحظ وش اللي راح يطلع لك. جوجل نفسه ما تعرفش عليه، هذا الخاص بجوجل. شوف ايش الفرقه، شوف من الكلب ايش اللي الحاصل، هذا غير موجود، فاللي موجود ايش هذا، هذا الخاص بجوجل. فهو بيقلد لك بريد الكتروني على اساس نفس حق جوجل تماما. فحاولوا انتبهوا من الحيل القذره هذا. انا اول ما جاء على بالي قلت خليني اجرب ابحث عن هذا البريد، طلع انه مثل ما انتم شايفين، فعرفت على طول ان هذا في دوران. وبعدين زاد اللي زيد شكوكي ارسال كلمه مرور حسابك او الرد علينا، يعني انت مجرد ما تعمل له رد خلاص على طول حسابك راح يروح. بس اصلا هو حيوان، يعني انا اصلا الحساب هذا الشروحات اللي بستخدمها على بريد الكتروني ما له اي دخل ولا اي علاقه، فقط للتعليم فقط بعيد عن قناتي نهائيا. هذا الشيء. الشيء الثاني، انت لما تعمل عن طريق قناتك ما بتخلي بريد المراسلة التجارية مع شركات اخرى يكون، راح اوريكم، خلونا نرجع بس للصفحة. في حاجة اسمها هنا حول، دائما اي شخص يحاول يراسلك او شركة او بيراسلك على هذا البريد، لحظة في حاجة اسمها لمحة، يعني كان معلومات،
لاحظوا هنا عرض عنوان البريد الالكتروني، هذا طبعا للمراسله. انا ايش حطيت بريد الكتروني، ما له دخل بالجيميل ولا دخل بشيء، فبالتالي هو ما راح يستفيد منه شيء، ما راح يقدر يهكر ولا يقدر يجي على راسك يعني، فبعيد كل البعد. هذا الشيء. والشيء الثاني، اذا في شخص فرضا يحب يتواصل او يعمل اعلان او تبادل اشتراكات، هو بيرسلك اصلا على الواتساب ورقم موجود واضح، فحاولوا تبتعدوا، ما بتخلى بريدك لنفس بريد القناة موجود على هذه اللمحة. طبعا الخطوة اللي عملناها عرض، انت لو فتحت اكثر شيء 10 قنوات فقط لا غير، بعدها 24 ساعة تعمل نفس الحركة. المهم هذا كان طبعا اهم شيء، وتقريبا اشوف هذا اللي اخر خطوة ايش اللي بعملها. انا راح احط لكم الروابط ان شاء الله في صندوق الوصف. تدخل على حاجة اسم الامان، هذا طبعا بريد جديد نفس ما كلمتكم عنه، ما مش مهم بالنسبة لي، بس ايش اعمل؟ اولا اضيف رقم جوال لهذا الايميل على اساس ما يروح عليك، بس ترجعه اضغط غير مفعل. كل اللي عليك ايش تعمل؟ اعداد. هم على اساس يسال الفكرة، انك تربط الجوال، الموضوع هذا راح يساعدكم بشكل كبير جدا، تربط الجوال بالكمبيوتر فقط لا غير. في ظروف صعبة راح ادخل على الفيديوهات، هذا طبعا الفيديو على اساس اللي يحب انه يشتغل من البيت. فكرته ايش؟ هنا راح يحدد لك نوع الجهاز حقك، النوكيا ومش عارف ايش. طبعا تواصل بس خلونا، انا ما اريد لانه اصلا بنيته بس بشكل عادي. في عندنا تحقق خطوتين، وهذا اهم يعني مرحله اقوى من المرحله السابقه. هذا طبعا هنا ايش اضافت؟ طبقه امان تعمل البيت. الخطوة هذه مهمة طبعا، برضو لا تبخلوا علينا بالمشاركة، انك بتحدد رقم جوالك وحدد ايش نوعيه، المكالمة الهاتفية ام رسالة نصية. الافضل انك خلاها رسالة نصية، لان المكالمة الهاتفية راح تصلك باللغة الانجليزية فانت ما راح تفهم شيء، فخليها مثل ما هي. هنا عرض مزيد من الخيارات، في عندك رسالة مطالبة من جوجل يمكنك الحصول عليها، او مفتاح الامان جهاز مادي صغير يستخدم لتسجيل الدخول. طبعا الجهاز هذا شبيه باليو اس بي، هذا طبعا هذا لاحظوا، بس اذا ضع عليك لفت عليك فهنا راح تواجه مشكله ثانيه. على اساس ما تدخل لقناتك الا عن طريق الفلاشه الصغيره، هذا موجود على متجر امازون. في عندك من ضمن الطرق، في عندك الاجهزه هنا بتشوف هل في جهاز غريب مش موجود بيدخل الى حسابك وانت ما انت عارف. يعني على سبيل المثال الكمبيوتر اللي استراق كان بيظهر نفس الشيء ويندوز، فبالتالي ايش انا سويته؟ انا سويت اني دخلت اداره الاجهزه وحذفته، معناته خلاص الجهاز هذا ما هوش معترف، مش معش جهاز تبع لي، على اساس ما يقدر يدخل الى فين؟ الى قناتي او لحسابي على الجيم. هذه الفكره باختصار، يعني انت ممكن تسوي نفس الشيء، تسجيل خروج، تخرج من الجهاز هذا على اساس لو استرق عليك الجوال، لو بتخرج من هذا، فبالتالي ما بيقدر يدخل الى حسابك. طبعا هنا صورة تطبيقات الأقل أمانا، طبعا في شغلات بس ما بتظهر إلا بعد ما تتفعل هذه الخطوات. من ضمنها في عندك قائمة بتظهر، بتظهر لك مجموعة أرقام تستخدمها تقريبا مرة واحدة. هذه رسالة مطالبة. وفي من ضمن الميزات الحلوة انك انت على سبيل المثال اضفت رقم جوالك، الجوال هذا خلاص احتذف او التغى، تقدر تضيف رقم ثاني، الرقم الثاني هذا رقم احتياطي على اساس لا قدر الله انسرق جوالك مع الشريحة، فبالتالي تقدر تسترجع حسابك دون اي مشاكل. طبعا في بعض الاخوة ايش اللي سووا في بعض الحركات، راح الى شركة اتصالات واخذ الرقم الجوال، لاحظ الشريحة، فبالتالي سرق القناة. هذا طبعا على واحد من الاخوان المصاريه، فبدا يرجعها بعد ايش يعني، بعد الصعوبه يعني، كان تخيل شغلك كله راح يروح على الفاضي. فبالتالي هذه الشغلات اشياء مهمه جدا. طبعا في بالقناه مثل ما وعدتكم، خلونا نشوف عفوا اضغط على قناتي. هذا طبعا اللي يحب يترزق الله يشتغل في التسويق الشبكي، هذا طبعا فيديو كامل ساعة واربع دقائق، يعني بعد هذا كله ما بتحتاج اي سؤال، لكن تواصلوا معي على الواتساب، موجود رقمي في صندوق الوصف.
وهذا طبعا عن الربح من اليوتيوب. في طبعا كل الحيل، كل الشغلات اللي راح تستفيدوا منها وتحتاجوها. يعني في عندكم اكثر من فيديو، تقريبا 8 فيديوهات، وهذا ان شاء الله راح يكون الفيديو 9 والعاشر. بالنسبة للأخوة والأخوات اللي ما عارف صندوق الوصف، أنا راح أفتح أوريكم يعني. صندوق الوصف هذا يا جماعة الخير اللي يظهر أمام الفيديو، السلام، هذا صندوق الوصف. تضغط على عرض المزيد راح تظهر لك بقية التفاصيل. ان شاء الله اذا عندكم اي استفسارات او اي اقتراحات ان شاء الله راح نشرحها لكم.